أنا عشان أحدد ذاتية السلاح المستخدم محتاج حاجة من اتنين، يا ظرف فارغ يا مقذوف. ماشي، طب افرض المقذوف دخل وخرج من القصة وما لقيتوش في المسرح، وافرض الراجل كان بيستخدم مسدس أبو ساقية والظرف جوه المسدس، هقدر أحدد السلاح المستخدم؟ مش هقدر، مش هقدر من خلال فتحة الدخول أو فتحة السلاح المستخدم ده كان عياره إيه؟ أبدا ما أقدرش، ولا أقدر أحلف بالله إن السلاح ده هو. زي ما إحنا قلنا يا جماعة، كل واحد فينا لينا بصمة في الدي إن إيه، برضه كل سلاح ليه بصمة، مفيش سلاحين على وجه الأرض بيدوا نفس البصمة، مفيش سلاحين على وجه الأرض بيدوا نفس البصمة. هنقولها ليه دلوقتي؟ ده تاني أنواع الأسلحة المششخنة اللي هي الطبنجات. الخزنة بتاعتي عبارة عن مشط طلقات، كل ما بضرب طلقة الظرف الفارغ بيقع متر على يمين الضارب. خلي بالك عشان لما تقرا معاينة، لما تقرا معاينة تعرف الجاني كان واقف فين. يبقى الظرف الفارغ بيقع في الظرف بتاع الأسلحة القصيرة بيقع متر على يمين الضارب. ماشي؟ بس الكلام ده فين؟ على الأرض الرملية والأرض الزراعية والأسفلت، لكن على السيراميك هيمشي أكتر، على الرخام هيمشي أكتر عشان الأرض دي بتسمح له إن هو يجري. طيب، تالت أنواع الأسلحة المششخنة البنادق، ومنها البندقية الآلي 762 في 39 بترمي الظرف الفارغ بتاعها متر ونص على يمين الضارب. متر ونص على يمين الضارب. يبقى انت لما تقرا معاينه عايز تعرف المسافه بين الضارب والمضروب كانت قد ايه، تشوف الضابط في المعاينه بتاعته كاتب الظرف كان على بعد قد ايه من الجثمان. يعني الظرف لو موجود هنا، انا لو كان ظرف قصير انا اجي على اخليه هو على يميني متر واجي انا على شماله هنا وابص في اتجاه الجثمان، يبقى ده الموضع اللي كان واقف فيه الجاني. واضحه دي؟ نعم. لا السرعة، لا مش السرعة، أجيب المسافة، المسافة مش السرعة. مظبوط. بيرمي الظرف الفارغ بيقع على يمين الضارب. لا نعم، أنا ماليش دعوة باليد، أنا ليا فتحة البندقية وفتحة الطبنجة منين؟ الفتحة بتبقى على يمين السلاح، الأسلحة كلها الموجودة في مصر فتحة السلاح على يمين السلاح. إنما في بعض الأسلحة في الدول الأوروبية الفتحة على الشمال، يبقى يرمي على الشمال. ماشي؟ ملهاش علاقة هو أيمن ولا أيسر، هو أيسر بس بيضرب كده. الفتحة فين؟ هترمي كده. معايا؟ طيب، يعني ايه ششخان؟ يعني ايه اسلحه مششخنه؟ يعني فيها حفر شبه دائري وشبه حلزوني داخل الماسوره. طب ده بيدي الميزه في ايه في السلاح؟ بدل ما المخزوف هيمشي خط مستقيم هيلف جوه الماسوره، فبدل مثلا ما يمشي 50 سم هيمشي 60 سم في حيز ضيق، يقوم يخرج بسرعه اعلى، يقوم يقاوم تيارات الهواء اللي بتقابله، ويقاوم الجاذبية الأرضية اللي عمالة تشده لتحت، ويبقى فيه ثبات حوالين محوره، وبالتالي يحدث إصابات أكثر جسامة من السلاح غير المششخ. مصقول، غير مششخ يساوي مصقول. كل ماسورة سلاح بتسيب البصمة بتاعتها فين؟ على المقذوف. أهي اللي هي بتبقى الششخان ده. طيب ليه مفيش سلاح زي التاني؟ لو خارجين من نفس التشغيلة من نفس المصنع في نفس اليوم كل سلاح مختلف عن التاني ليه؟ لأنه مفيش حديد نقي 100%. كل حديد، انتوا لما كنتوا بتدرسوا في اعدادي لو فاكرين حديد الصلب والمطاوع والكلام ده، حد فاكر عنه؟ فاكرين؟ ما شاء الله ما شاء الله. أي حديد فيه شوائب، مش كده يا فندم؟
الحديد اللي فيه شواهد ده الوقت الحفر بتاع الماسوره بيبقى بالليزر. الحفر بتاع الماسوره بالليزر. الشواهد شعاع الليزر اللي بيحفر الماسوره مصمم انه يمشي في الحديد وما يمشيش في الشواهد. فالشواهد في الماسوره دي ممكن تلاقيها في اول 5 سم، الماسوره الثانيه في اول 7، ما فيش ماسوره زي الثانيه. فلذلك نعم فهمت. وبالتالي مفيش سلاح هيسيب اثر زي التاني. ولذلك حضرتك لو لقيت ان وكيل النيابه لما عرض السلاح على الطب الشرعي او الادله الجنائيه لما طلب فحص المقذوف المستقر كتب طلب من الطبيب الشرعي، في طلبين، يا اما واحد بيقول بيان ما اذا كان السلاح اطلق من مثل هذا السلاح من عدمه، فانا ما بعملش تجربه مقارنه. لو قال لي من مثل هقول له دي 7.62 ودي 7.62 يبقى اطلق من مثل هذا السلاح. انما لو قال لي اطلق من ذات السلاح من عدمه لازم اعمل تجربه اطلاق. ماشي؟ فلو حضرتك لقيت ان مفيش تجربه اطلاق اتعملت اطلب من المحكمه ان هي تعمل تجربه مقارنه. ترجع السلاح للادله او للطب الشرعي، احنا بنعمل والادله بتعمل، ان هو يتاكد انه ايه، ان السلاح هو ده اللي استخدم في الجريمه. حتى لو عدت فتره مثلا من تاريخ مهما كان، لو عدى رحنا محكمه الجنايات بعد سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، ولو 10 سنين، لو 20 سنه، ماشي ماشي. التغيرات اللي على المقذوف نتيجه الشوشخان بتاع الماسوره، والتغيرات اللي على الظرف الفارغ نتيجه ابره ضرب النار ونتيجه الساحب ونتيجه القاصف ونتيجه كتله الاجزاء كلها هتفضل ثابته الى ما شاء الله. ماشي؟ الايه؟ المقروطه. اه مالها؟ نفس الايه؟ طب اكتب لي السؤال في ورقه بعد اذنك. ماشي؟ طبعا دي المسافات، سرعة المقذوف، مدى وصوله، مدى المؤثر. ماشي؟ يعني البنادق الآلي بتوصل لغاية حوالي 3 كيلو، الطلقة بتاعتها المقذوف بتاعها يمشي 3 كيلو. لكن المدى المؤثر اللي هو المحيط حوالي 450 متر. نيجي للبنادق المصقولة. اللي هي الخرطوش. يا اما بماسوره واحده او اثنين او ماسورتين جنب بعض اللي هي بيسموها بروحين، او ماسورتين فوق بعض، او في منها البنادق اللي هي بتاعت الامن المركزي اللي هي 5 طلقات 7 طلقات 9 طلقات. دي الطلقات اي طلقه في الدنيا بس نحاول بقدر الامكان ناخد الاصابات اكتر من الوصف عشان الناس بدات عايزه تمشي. هناخد وصف الاصابات. طبعا خرطوش يا جماعه انواع. الخرطوش الخفيف ده اللي هو الطلقه بيبقى فيها من 250 ل 420 رشايه. الخرطوش التقيل اللي هو بيسموها الباك شوت الطلقه بيبقى فيها 9 خرطوشات. دي اول مره نشوفها في احداث محمد محمود الاولى. اول مره نشوفها في مصر الطلقات دي اللي هي الخرطوش التقيل. شفنا ناس من المتظاهرين مقتولين بيه، وشفنا ناس من الشرطه مصابين بيها. نفس السلاح ده. ماشي؟ فلأول مره نشوفها في احداث محمد محمود الاولى، واستمرت بقى بعد كده طوال احداث الثوره. لو انت بتبص على واحد بيضرب نار هتشوف الضوء قبل ما تسمع الصوت. ليه؟ سرعه الضوء 300 مليون متر في الثانيه. بينما سرعة الصوت 340 متر. يعني حضرتك كده الموبايل وقاعد جنبك بالليل كده وانت قاعد في مكان مظلم تلاقيه بينور الاول وبعدين تسمعه بيرن، عشان سرعة الضوء اعلى من سرعة الصوت. نفس البرق والرعد اللي بيحصلوا في نفس التوقيت، بتشوف البرق الاول وبعدين تسمع ايه؟ صوت الرعد.
في ثلاث حاجات هتخرج من فواهة الماسورة، ايه هما؟ مخذوف، بارود، غازات. يبقى اللي هيخرج من فواهة الماسورة مخذوف، بارود، غازات. هيخترق الملابس، يعمل لك ايه؟ ثقب ناري دخولي مستدير منتظم الحواف ومندفع للداخل. يبقى هيبقى ايه؟ الحواف بتاعت النسيج بتاعه مندفع للداخل. بعد كده هيخترق الجلد، يعمل لك فتح الدخول، بتبقى ايه؟ مستديرة منتظمة الحواف مندفع للداخل، وعادة قطرها اصغر من قطر فتحة الخروج. ليه بقى؟ حد يعرف قطر فتح الدخول اصغر من قطر فتح الخروج ليه؟ نعم؟ عشان سرعة المخزوف اقل في الخروج. المخزوف هو داخل بسرعة عالية فالجلد بيرد بسرعة عشان مرونته عالية، انما في الخروج بيكون سرعته قلت فالجلد بيقاومه ففتحة الخروج بتكبر عن فتحة الدخول. طبعا الحاجات دي احنا بنحدد وضع الجاني المجني عليه فين. يعني لما الاقي الدايرة اللي انت شايفها بني دي داير ما يدور حوالين فتحة الدخول، معناها ان الجاني والمجني عليه كانوا في مستوى افقي واحد. انما لما الاقي السحك ده جاي من فوق، معناه ان الجاني كان في مستوى اعلى من المجني عليه، ماشي؟ والعكس صحيح. طب بالنسبه للبارود بقى هيعمل ايه؟ البارود هيعمل ثلاث حاجات. البارود اللي هيتحرق احتراق كامل، البارود اللي في الطلقه ده، الطلقه دي فيها بارود يا جماعه، بيبقى فيها 15 جرام بارود طلقه. كل جرام بارود لما بيتحرق بيديك 1000 سنتيمتر مكعب من الغازات. فالبارود اللي هيتحرق احتراق كامل هيديك لهب ودخان. يبقى البارود اللي هيحترق احتراق كامل هيدينا لهب ودخان. اللهب هيمشي مسافه تساوي نص طول الماسوره. بس المسافه دي بنحسبها منين؟ خلي بالكوا عشان برضو الناس اللي بتغلط في محكمه الجنايات. اللهب بيمشي مسافه تساوي نص طول الماسوره بتتحسب منين؟ من الفواه وليست من الجاني. من المتود الايد او يعني انت مثلا ايه؟ هقول لك بعد ما اوصف لك علامات قرب اطلاق النار. يبقى اللهب بيمشي مسافه تساوي نص طول الماسوره. فلو كان الماسوره طولها 50 سم اللهب هيمشي قد ايه؟ 25 سم. طب لو كان موضع الاصابه من الفوهه، ادي فوهه السلاح، موضع الاصابه اقل من نص طول الماسوره، يعني مثلا من حوالي 20 سم مثلا، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك حرق حوالين فتحه الدخول. يبقى اللهب هيرتطم بالجلد ويعمل لك حرق. ادي فتحه الدخول اهو حواليها حرق، وادي فتحه الدخول تاني حواليها حرق. ده يعني ايه؟ ان المسافه من الفوهه لموضع الاصابه اقل من نص طول الماسوره. واضحه؟ نعم؟ ليه؟ سطحي مش شرط يا فندم، مش شرط. لا اصله لاعب خفيف، لاعب خفيف ما هوش هيعمل سدرش يعني. نعم؟ لا 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 حرق خفيف. لا طيب الدخان هيمشي قد ايه؟ هيمشي مسافه تساوي طول الماسوره. يبقى الدخان هيمشي مسافه تساوي طول الماسوره، يعمل لك حاجه اسمها سويدات بارود. يبقى لو ارتطم على بعد، لو كانت المسافه تساوي طول الماسوره من الفواهه لغايه طول الماسوره، هشوف ايه؟ هشوف سويدات بارودي حوالين فتحه الدخول. ماشي؟ طيب في بارود لم يحترق، هيعمل لك حاجه اسمها النمش البارودي. النمش البارودي هيعمل لك، هيخترق تحت الجلد ويعمل لك المنظر اللي حضرتك شايفه ده، اسمه ايه؟ يبقى البارود غير المحترق هيمشي مسافه تساوي ضعف الطول الماسوره، من ضعف الى ثلاثه امثال طول الماسوره، يديك المنظر اللي انت شايفه. يبقى انا عندي علامات قرب اطلاق النار للبارود ثلاث حاجات. اللهب هيمشي نص طول الماسوره يعمل لك حرق في الجلد، الدخان هيمشي مسافه تساوي طول الماسوره هيعمل لك اسودات بارودي، البارود غير المحترق هيمشي مسافه تساوي ضعف طول الماسوره الى ثلاثه امثال طول الماسوره هيعمل لك حاجه اسمها النمش البارودي.
اكتر من 3 امثال طول الماسوره مفيش اثر للبارود، بيبقى ما اقدرش احدد مسافه الاطلاق على وجه الدقه، لكن هنا انا اقدر احدد مسافه الاطلاق على وجه الدقه. ماشي؟ طيب ده اسمه ايه؟ نمش بارود، وده برضو فيه نمش بارود. الغلطه بقى اللي بيغلطها محامين كبار في محكمه الجنايات، اكتب لو سمحت، في محكمه الجنايات مثلا جاي لنا مذكره النيابه تقول ان المسافه بين الجاني والمجني عليه كانت متر، مسافه كانت قد ايه؟ متر، والجاني مستخدم طبنجه الماسوره بتاعتها طولها مثلا حوالي 15 سم، واحنا شفنا حوالين فتحة الدخول اسودات بارودي، الاسودات البارودي هيمشي قد ايه هنا؟ قد ايه؟ كام سنتي؟ 7.5 سنتي، مش نص طول الماسورة قد ايه؟ الماسورة احنا قلنا 8-15 سنتي، الراجل ده هتمشي 7.5 سنتي. يوم الدفاع يقول ايه؟ ازاي الرواية دي مش سليمة؟ لأن المسافة بين الجاني والمجني عليه كانت متر، ازاي يظهر الاسودات البارودي؟ يا أخي الاسوداد البارودي ده هو المسافة بين الفوهة وموضع الإصابة، يعني الجاني لو مادد إيده كده لازم تقيس طول إيده وتضيفها إلى طول السلاح والماسورة، صح؟ ماشي؟ يبقى لما نيجي نسأل السؤال نخلي بالنا من السؤال، إن السؤال المسافة اللي بيقصدها الطبيب الشرعي هي المسافة بين الفوهة وموضع إصابة المجنى عليه، وليست المسافة بين الجاني والمجنى عليه. واضحة؟ طيب المقذوف لما يخرج يعمل لك فتحة خروج، فتحة الخروج الحواف بتاعتها غير منتظمة، النسيج بتاعها مندفع للخارج، قطرها أكبر من قطر فتحة الدخول. إمتى أقول الحالة انتحار وإمتى أقول جنائي وإمتى أقول عرضي في السلاح؟ ينفع واحد ينتحر يضرب نفسه مسافة قريبة مسافة بعيدة؟ ما ينفعش، لازم يضرب نفسه منين؟ مسافة قريبة، يبقى لازم اشوف ايه؟ حرق في الجلد او سوداد بارودي او نمش بارودي، صح؟ لو ما شفتش واحدة من الثلاثة دول ما تنفعش تبقى انتحار، لكن في الحقيقة في ناس بتنتحر وما لاقيش فيها لا حرق ولا سوداد ولا نمش. ليه؟ لان انا قلت لكم ان في 3 حاجات بتخرج من الفوهه، اللي هي ايه؟ مخزوف، بارود، غازات. الغازات ده بقى بتمشي مسافه قد ايه؟ لو انا مقرب الفوهه يعني قرب حد الملامسه، يعني ما لمستش الجلد لسه على بعد ملي نص ملي لغايه مسافه تصل لحوالي 2 سم، يبقى من مسافه تقترب من حد الملامسه لغايه حوالي 2 سم الغازات بتخرج ترتطم بفتحة الدخول وترد تاني، تقوم تعمل لي تمزق نجم الشكل اهو، وهو في الجلد اهو، ده اسمه ايه بقى يا فندم؟ تمزق نجم الشكل. يبقى مسافة الاطلاق هنا ايه؟ تقترب من حد الملامسة. ماشي؟ طيب ممكن تلاقي واحد منتحر لا في حرق ولا سوداد ولا نمش ولا تمزق نجم الشكل، بس لازم نشوف حاجه خامسه، في حاجه اسمها اطلاق ملاصق ضاغط. يعني ايه اطلاق ملاصق ضاغط؟ يعني انا جايب الفوهه ودايس على فتحه الدخول، يوم المخزوف بعد ما يخش يحصل فرق في الضغط، يروح الجلد يتمص يتشفط جوه الماسوره، يوم يرتطم بالفوهه، يوم يحصل كدم هنا، كدم حوالين فتحه الدخول، شايفينه؟ اهو كدم حوالين فتحه الدخول، كدم حوالين فتحه الدخول. مسافه الاطلاق هنا كام؟ ها؟ مفيش مسافه، صح؟ ده انتوا ممكن تعتبروها بالسالب. ليه؟ لان انا بقول اطلاق ملاصق ضاغط، انا زائق الجلد لجوه، انا زائق. ماشي؟ يبقى اول علامه من علامات الانتحار لازم اشوف واحده من الخمسه دول، اللي هما ايه؟
حرق في الجلد او سوداد بارودي او نمش بارودي او تمزق نجم الشك او انطباع في وقت الماسوره. ما شفتش ولا واحده من الخمسه دول يستحيل الحاله دي تكون انتحار، لكن لو شفت اي واحده من الخمسه دي لا يؤكد انتحار. مش ممكن هيضربني المسافه قريبه، وارد ولا مش وارد؟ يبقى ممكن تبقى جنايه، ممكن تبقى جنايه، صح؟ يبقى عدم وجودها ينفي الانتحار، لكن وجودها لا يؤكد الانتحار. لسه عندنا علامات اخرى. طيب الشخص اللي بينتحر بالسلاح الناري ينفع يضرب نفسه فتح الدخول في الظهر؟ لازم يضرب نفسه في تناول ايده. طيب الشخص اللي بينتحر بالسلاح الناري ده مش بيهزر، بيضرب نفسه في اماكن قاتله، فبيضرب نفسه في الراس ماشي، او بيفتح بقه وبيضرب في سقف الحلق، او بيضرب في اسفل الزخم، او بيضرب فوق منطقه القلب. دي اسمها الاماكن الايه؟ القاتله. ده راجل مش بيهزر، خلاص ده واخد قرار نهائي. الشخص اللي بينتحر بيضرب نفسه مسافه قريبه، تلاقي رذاذ الدم بيجي على ايده وعلى السلاح اللي اطلق النار. لكن اهم علامه على الاطلاق في الانتحار هي العلامه دي. زي ما في بارود بيخرج من مقدمه الماسوره، في بارود بيخرج من مؤخره الماسوره. يبقى اي واحد بيضرب نار لازم الاقي على ايده في المسافه بين السبابه والابهام اثار بارود. ماشي؟ لان انا لما بضرب النار ببقى قريب من بيت النار. فالبارود بيخرج على ايدي بيخرج في الحته دي بين السبابه والابهام. ماشي؟ يبقى اي واحد بيضرب نار كان متهم، كان ضابط شرطه بيضرب في ميدان رمايه، كان مجني، كان واحد بينتحر، لازم الاقي على ايده ايه؟ اثار بارود. طبعا بتختلف من سلاح لاخر. يعني كلما لو كان السلاح نظيف لسه خارج من مصنع الماسوره محكمه ممكن ما تشوفهاش بالعين المجرده، بس لما ناخد منها مسحه ونوديها المعمل بتاعتنا تطلع ايجابيه للبارود. ماشي؟ لكن لو كان فرد او سلاح مستخدم استخدام شديد فالماسوره غير محكمه هيخرج منه بارود كتير، ممكن تلاقي هنا وتلاقي في معظم الايد. ماشي؟ الشخص اللي بينتحر عادة هتلاقي السلاح جنبه. فين بقى؟ جنب رجله؟ ماشي. بعيد عن رجله متر؟ ماشي. جنب راسه؟ ماشي. لان انت ما تعرفش هو انتحر ازاي. ممكن انا اقف واضرب نفسي بالنار وانا واقف، فضربت الطلقه هنا، انا وقعت الناحيه دي والسلاح وقع الناحيه دي، يبقى ممكن تلاقيه بعد رجلي. ماشي. ممكن تلاقيه جنب راسي، المهم ان هو في محيط الجثمان. لكن ينفع واحد ينتحر وما لاقيش سلاح؟ ينفع؟ ينفع؟ مش ممكن يكون حد شاله؟ وارد ولا مش وارد؟ ممكن يكون حد شاله؟ مش ممكن يكون حرامي كده معدي ما فيش في جيبه حاجه ولا حتة السلاح نظيفه خده يبيعها؟ خده يبيعه؟ وارد ولا مش وارد؟ واحد مأمن على حياته، وانتوا عارفين المنتحر لو واحد مأمن على حياته انتحر الورثه ما بياخدوش ولا مليم. فمراته عارفه انه مأمن على حياته، دخلت لقيته منتحر، خدت السلاح ورمته، قالت غار في داهيه، وقالت لك ايه؟ حد قتله عشان تاخد بوليس التأمين. وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ يبقى عدم العثور على السلاح لا ينفي وقعة الانتحار نهائيا. طب هل العثور على السلاح بجوار الجثة يؤكد انتحار؟ لا، يبقى السلاح مش قريب. يعني بصوا من الحاجات بقى ايه؟ طب واحد انتحر وجاب مخده، جاب مخده حطها كده عشان ايه؟ ما يبانش. طبعا هو المنتحر يا جماعه ما فيش ايه؟ ما فيش عنده كده، ما فيش حته دي. طب واحد بقى مسك ايد واحد بالعافيه، الراجل ده هيبقى فيه اثار مقاومه ولا ما فيهوش اثار مقاومه؟ ها؟
نعم؟ في اثار عنف واثار مقاومه ولا ما فيهوش؟ ماشي؟ طب الاطلاق جه ازاي؟ طب اثار البارود على ايده ازاي؟ هو انا هجيب واحد غصب عنه امسكه السلاح كده غصب عنه هيبقى الموضوع ماشي، ولا البارود هيجي في ايدي الشخص اللي ممسكوني؟ علامات كلها مش هتلاقيها ماشيه متطابقه زي ما احنا قلنا. ماشي؟ في دور للمحكمه والتأديب اللي موجود. انا عندي قضيه زي دي بالظبط. النيابه حالته منتحر، المحكمه قالت لا. الطب الشرعي قال لا مش منتحر. المحكمه ادته مؤبد. مع ان التحريات والشهود قال انه منتحر. طب ينفع واحد ينتحر يضرب نفسه اكتر من طلقة؟ ها؟ لو ايه؟ سلاح آلي، حلو قوي. أو كان ضرب نفسه أول طلقة في مكان غير قاتل، يعني أنا جايب سلاح أول مرة في حياتي. أنا رحت ناوي أنتحر فسألت أحسن حاجة الانتحار أو بصيت على النت أسرع حاجة إيه؟ إن أنا أستخدم سلاح نادي. فرحت اشتريت سلاح وانا مرتبك ارتباك شديد. ده واحد، انتوا عارفين قرار الانتحار يعني ايه يا جماعه؟ هو مش قرار سهل يعني، مش قرار ان واحد رايح اتفرج على ماتش، ده قرار انتحار يعني. مش فواحد خد قرار زي كده، فمسك السلاح مرتبك ارتباك شديد، فمسك السلاح وهو ماسكه فايده جت على الزناب، جت طلقه في رجله، وبعدين راح ماسك السلاح وراح ضربه فين؟ في راسه او في حته ثانيه قاتله، بس يشترط ان يكون حواليه فتح للدخول، في كل فتحه من الفتحتين دول لازم يكون علامه من علامات قرب اطلاق النار الخمسه اللي انا قلت لكم عليها. الخمسه. طيب، او يكون يستخدم سلاح آلي. في الحاله دي هتلاقي بتطلع دفعه ثلاث طلقات، والثلاث طلقات دي متجاوره. يعني ما ينفعش واحده في الراس والثانيه في البطن. تطلعوا الثلاثه ايه؟ متجاورين جنب بعض. فده يبقى دي انتحار. الاطلاق الجنائي يبقى عكس الكلام ده، خمس فتحات دخول دي تنفع تكون انتحار؟ واحد عايز ينتحر ما ينفعش، ما نادر، ما فيش حالات شفناها واحد بينتحر بيضرب نفسه في العين. عادة ما بيبقاش عايز يشوه نفسه، بيضرب نفسه في مكان قاتل، فنادرا ما شفناش حالة واحد ده بيبقى اطلاق جنائي في العين. طيب، نيجي للخرطوش. خرطوش بيمشي كتلة واحدة مع بعض لغاية متر. يبقى الرش بيمشي كتلة واحدة مع بعضه لغاية متر. وبعد المتر لما يعمل ايه؟ يبتدي يفرش. فلغاية متر كل الرش بيخش من الفتحة دي. بعد متر لما تبقى المسافة من الفوهة لموضع الإصابة مترين، هتلاقي فتحة مركزية وانتشار 4 سم. طب 3 متر فتحة مركزية وانتشار 9 سم. بعد 3 متر عادة السلاح ده بيبقى فرصة ان هو يموت فرصة قليلة جدا. يعني 4 متر يديك انتشار 16 سم زي ما انت شايف. خلاص ما بقاش في فتحة مركزية خالص. وبيبقى بيخش تحت الجلد ويتغرس تحت الجلد ويقف، ما يقدرش عادة يموت.